مرحبا، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله تكونوا كلكم بألف ألف خير. اليوم بدي أحكي لكم عن كلمتين جدا جدا رائعات. اليوم صار معنا موقف سيء جدا. جينا على المطار عشان نروح على كندا في سيدني، للأسف الطيارة تكنسلت. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أجلونا لبكرة. هذول الكلمتين جميلات جدا. أول يعني عشان الواحد الستريس تبعه ريليزت، عشان المشاكل النفسية اللي بتصير معنا أحيانا من كتير أمور بتواجهنا في الحياة. هاي آدم معاي. فمن هذه الشغلات أو الكلمات كلمة الحمد لله. لما تحمد ربنا على كل شيء بيعلمك هذا على الصبر وعلى البركة، وانك تعرف انك اللي عندك موجود هذا اشي كتير لازم تحمد الله عليه. ما بتعرف شو كان رح يصير لك، ما بتعرف شو كان. فهذا ريليز الستريس، الحمد لله على كل شيء. والكلمة الثانية اللي هي ان شاء الله. ان شاء الله دائما بتعطيك امل، ان شاء الله بتعطيك امل للقادم للي جاي. فان شاء الله نراكم قريبا في فيديو جديد وفي يوتيوب جديد. والحمد لله على كل شيء. وإن شاء الله دائما تذكروهم، كلمتين رائعتين دائما بتخليك very released.